الكتابة الوفاء 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 أو الوفاء 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 تعاقد تحية إباء وإجلال وإكبار لكل مناضل ومناضلات. أعتقد أن وقفة اليوم جاءت استمرارا للمعارك البطولية التي خاضتها التنسيقية الوطنية استمرارها في برامجها النضالية 2-3 والمرفوقة بكل أشكال القطبية والجهوية. ونقول أن تعنت هذه الحكومة ونقول أن تعنت أيضا هذه الوزارة أمام الشعارات البراقة والشعارات الكاذبة والشعارات الزائفة ما من عسى إلا أن تجعلنا دائما متواجدين في الشارع لنقول بكلمة واحدة لا للتعاقد لا لمهاجمة المدرسة العمومية. ونقول أن المدرسة العمومية كفيلة لأبناء الشعب المغربي وأن المدرسة العمومية أيضا نتاج لكل النضالات التي خاضها الشعب المغربي طيلة عقود من الزمان. ونقول للأسف الشديد أن التصريحات المضحكة المبكية لوهبي الأمس أكدت بأن زيف الادعاءات والشعارات البراقة وأيضا تضرب في مقتل كل الوعود الكاذبة التي كانت تتغنت بها هذه الحكومة الفاشلة. وأيضا نندد أيضا بشكل واضح أيضا المقاربة الأمنية والبربرية في حق رموز التنسيقية وتنظيم التعاقد. ونقول أن المحكمة اليوم ستبقى وصمة عار على جبينها لأنها تقدم خيرة الأساتذة أمام أنظارها. ونقول أن مكان الأستاذ هو القسم وليس المحاكم. ونقول أيضا أن الأستاذ هو الذي ينتج القيم، أن الأستاذ هو اللي من خلاله يعني يخرج مجموعة ديال الأطر ديال هذا البلاد، وبالتالي مبكي أن نجد في 2023 وهي أيضا سنة جديدة، ونقول نفس المقاربة، نفس السياسة تجاه قطاع حيوي بحجم قطاع التعليم، ونقول سنستمر في نضالاتنا، وسنتواجد دائما في الشارع ما دام التعاقد قائما، وما دام أيضا هذه الحكومة تحاول تشتيت المطلب ديالنا بجزئيات لا ترقى إلى مستوى التطلعات. نقول داخل التنسيقية أيضا أن السرقات التي طالت الأجور الهزيلة للأساتذة للأسف الشديد ستبقى نشازا وستبقى أيضا احتجاجا وستبقى أيضا انتفاضة ضد هذه الحكومة الفاشلة التي دائما فهي تعزف على حبل ديال الكذب والافتراء والبطلان. ونقول ان مداخل التنسيقيه ستبقى صامده قويه اقتداء بشهيد القضيه. اللي تيجي كشكل جهوي تتخذ التنسيقيه الوطنيه للاساتذه واثر الدعم المفروض عليهم التعاقد دائما في استمرار المعركه التي تاخذها التنسيقيه وهي اسقاط مخطط التعاقد اللي الهدف منه الهدف ديالو واضح وهو خصاصة القطاع مثل بقية القطاعات. إذا والأساتذة حاليا في وقفة احتجاجية تنديدا بهذا المخطط هذا وتنديدا بالمحاكمات السورية والتهم الجاهزة والملفقة. الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لا لشيء إلا أنهم خارجين تحتجوا على هذا الشكل النضالي هذا، وبالتالي تلقوا رؤوسهم بأنهم تهم ملفقة جاهزة. إذا نحن نندد وتنطالب بإسقاط هذه التهم هذه على الأساتذة وكذلك رفع تلك المتابعات وتضييقات على جميع التنسيقيات وعلى جميع الأشكال النضالية التي تأخذها الشغيلة التعليمية. بالفعل هناك سرقات يعني تقريبا الأزياد من بذات الإضرابات وهناك اقتطاعات. هذه اقتطاعات غير قانونية وبالتالي فهي سرقات موصوفة يعني كذلك تنطالبوا بالاسترجاع ديال هذه السرقات هذه. تنطالبوا كذلك بأنها توقف على هذه الاقتطاعات هذه لأنها تكبيل للحق ديال الإضراب.
هناك حق دستوري ديال الاضراب، وبالتالي تتقاطع. علاش تتقاطع؟ هو انما بغيتي توقف هذه الاضرابات هذه، لكن تنقولوا بان احنا مستمرين في المعركه ديالنا رغم الاقتطاعات رغم المتابعات، لان هذا حق. وتحيه ردا على اولا السرقات الموصوفه من اجور الاساتذه لمده تقريبا عام. الاساتذه تقريبا كيتقطع من الصالير ديالهم تقريبا واحد 1100 درهم 1200 درهم شهريا لمده سنه. التبريرات هو ان الاضرابات ديال الاساتذه الى غير ذلك، يعني الاضراب هو يعني العمل مقابل اجر. هذا هو يعني السياسه ديال الدوله. بالاضافه الى هذا ان هناك سياسه ديال الاعتقالات وسياسه ديال القمع والمحاكمات السوريه بالنسبه للاساتذه. الاساتذه يحاكمون تقريبا لمده سنه. محاكمات الماراثونيه بالنسبه للاساتذه، كاين الاساتذه اللي كيتحاكموا في المحكمه ديال الاستئناف، وكاين عندنا اساتذه كيتحاكموا في المحكمه الابتدائيه تقريبا لمده اكثر من سنه. ويعني هذه السياسه والمقاربه ديال القمع وديال المحاكمات يعني هي اللي كتخلي ان الوضع ديال الاساتذه يزيد يتازم وما يكونش الاستقرار المهني والاستقرار النفسي بالنسبه للاستاذ. كاين واحد التواصل، كاين واحد يعني بالنسبه للوزراء ما كاينش تواصل مباشر، كاين التواصل ديال النقابات، كاين التواصل ديال النقابات، لكن حنا كلنا كنعرفوا ان واحد الحوار الاجتماعي دابا راه توقف بسبب ان الوزاره ما التزمتش بالوعود ديالها. يعني ان اساتذه الوزاره كتخرج كتقول لك في التصريحات ديالها كاين الادماج ديال الاساتذه في الوظيفه العموميه، وملي كتجي للواقع كتلقى ان ما كاينش الادماج. وهذا هو المطلب الاساسي بالنسبه للاساتذه، هو الادماج في الاسلاك ديال الوظيفه العموميه.